بينما يتوجه الأطفال في كل أنحاء العالم صباحاً إلى مدارسهم، يضطر العديد من أطفال الموصل إلى سلوك وجهة أخرى، حيث أجبرتهم الأحداث المروعة التي شهدتها المدينة وتداعياتها على الانخراط في سوق العمل لإعالة أهليهم وتوفير لقمة العيش. طبعاً المعيشة زحمة بصورة عامة، اليوم أنت تشوف بالموصل بصورة محافظة نينوى المعيشة زحمة، ولهذا أكثر الأطفال مستجين يسوون إن يدفعون أبنائهم وأطفالهم على أن يشتغلون على لقمة العيش. وتقول منظمة حقوق الإنسان في الموصل إن أعداد الأطفال الذين يزاولون أعمالاً لا تناسب أعمارهم تزداد في المدينة، ما يعرض مستقبلهم لخطر كبير. طبعاً أكثرهم أكثرهم هذه العوائل من العوائل الفقيرة ومن ذوي المفقودين وذوي الشهداء الذين لم يستلموا حقوقهم. اليوم العائلة كالأيتامهم ولا يوجد لديهم معيل. عندما نلتقي بهم يذكرون بأن لا يوجد لديهم أي عمل وأي مورد مالي لكون لم يسلم حقوقهم إلى حد الآن. الأزمات الكبيرة التي مرت بها نينوى تركت جروحا غائرة في حياة أهلها وزادت من نسب الفقر والبطالة في ظل معالجات حكومية غائبة، بينما يرى سكان الموصل أن ظاهرة عمالة الأطفال سيكون لها تأثير سلبي كبير على واقع المدينة التي لطالما عرفت بكفاءاتها العلمية. والله خطوة غير مدروسة، خطوة خاطئة، خصوصا هذا الجيل، أنصح بكل اللي متاركين دراسة ومتسيبين من دراسة يرجعون إلى مواقع الدراسة ورحلات الدراسة والمدرسة، لأن الحياة فرصة واحدة ما تتكرر. أكيد راح يأثر تأثير سلبي، لأن صراحة الجيل القادم راح يتخرج، إنه أغلب الشباب اللي راح يجون بالجيل القادم يعني بدون علم بدون دراسة كلهم متجهين للعمل، ومن ناحية الوظائف راح تقل، يصير شاغر بالوظائف، يعني الأجيال القادمة راح يجون بدون لا علم ولا دراسة. وتقول لجنة الإنقاذ الدولية في العراق إن معدلات عمالة الأطفال مرتفعة بشكل مقلق، وتستمر في تعطيل تعليم الأطفال وحرمانهم من طفولتهم ونيل حقوقهم الأساسية، إلى جانب تعرضهم لظروف غير آمنة، مؤكدة أن أكثر من نصف الأسر في الموصل لديها طفل واحد على الأقل منخرط في العمل.